السلام عليكم. أول حاجة لما نيجي نبدأ الفاميلي هنختار نيو فاميلي من النوت، ونرجع نختار دورز إن إحنا النهاردة إن شاء الله هنعمل الفاميلي بتاعت الباب. هيجيب لنا حيطة بالشكل دوت كده، بس بالإنش إحنا عايزين نجيب بالمتريك، فدي كده بالمتريك، وهنفتح نحول اليونت بتاعتنا المتر بالشكل ده. تمام، عندنا دي الحيطة فيها الباب، وعندنا موجود البر بتاع الباب، لكن مش موجود لا الباب نفسه ولا الحلق. هو عطلنا حاجة اسمها ويت بواحد متر، تمام، وده ريفرنس لاين او ريفرنس بلين، والريفرنس بلين ده بيحدد الفتحة بتاعتنا. يعني مثلا لو جيت ان هو ترسم حيطة حطيت باب، ده باب عادي كده، هلاقي ان هنا موجود الدايمنشن بس بالانش، هحولها بس لمتر. تمام، الباب فتحت ايه التايب، فجايب لي هنا الويدث والهايت والسمك بتاع الحلقان والكلام ده كله. احنا عايزين نعمل فاميلي كده بالظبط، كل الدايمنشن بتاعتها موجودة والماتيريال. ده السكنس بتاع الباب نفسه، وده الويدث بتاع الباب. تمام، طبعا ده السكنس كده اهوت بتاع الباب، والويدث اللي هو عرض الباب بالشكل ده. تمام، وده الهايت بتاع الباب نفسه. طبعا هنفتح تاني نبص هنلاقي ان نفس الدايمنشن هي، وده كده البر بتاع الباب. تمام، فاحنا هنعمل ده بتاعتنا بالشكل ده كده بالظبط اهوت في الفاميلي. عندنا اهم حاجة الريفرنس بلين اللي هي بتحدد الفتحة بتاعة الباب. طبعا بنيجي نبدأ ب نيو فاميلي نختار الدور، فبيجيب لنا الشكل دوت. عندنا الحيطة، عندنا الأوبننج دي بتبقى موجودة جاهزة بتاع الفتحة بتاعة الباب، عندنا الريفرنس لاين دي بتحدد الفتحة بالظبط، هنا دي الدايمنشن واخدة ليبل اسمه الويدز، هنعرف ازاي بنعمل حاجة شبه كده قدام. تمام، فمثلا لو جيت حطيت دايمنشن ان هو بالشكل ده كده، فدي 1 متر. طب ازاي اخليها تبقى اسمها ويدز بالشكل ده؟ انا بعمل نيو ليبل، اسمي الاسم اللي انا عايزه. تمام، ويدز مثلا بالشكل ده، هيبقى ايه موجوده عندي، اقدر اختارها وموجوده دوت، وبتفتح من الجنب اهوت اللي هو التايب بتاع الفاميلي، وده اللي بيبان عندي في البروجكت نفسه. تمام، فمثلا متر 20 بقى متر 20، بيبقى متغير مش ثابت، مش دايمنشن ثابت، لا بيبقى متغير. باجي دلوقتي على الارتفاع، برضو نفس الفكرة. ماشي، هو برضو حاطط لي 2 متر بس مكتوب هايت، فده واخد ليبل ان هو الهايت بتاعي، اقدر اغيره الارتفاع بتاعه من التايب او النوع بتاع الباب دوت. تمام، وهنا برضو الحلق او البر بتاعنا معمول باكسترود، وبرده كل السمك بتاعه معمول فريم ويدز، هنلاقيه برده هنا تحت نقط فريم ويدز، لو غيرناه هيتغير معانا هنا على طول. يعني هو حط دايمنشن وعطاها ليبل بحيث ان هي تبقى فليكسبل، تبقى متغيره، بس في طرف قابل للتغيير وطرف لا. يعني الطرف اللي على اليمين مثلا دوت، ده مربوط مع الريفرنس بلين، لكن اللي على الشمال متساب حر علشان خاطر لما اجي اغير يتغير من الجنب الحر. تمام، فده مهم برضو بالنسبه لنا ان احنا نبقى في طرف على الاقل مربوط في حاجه شبه كده كاكسترود، ان يبقى في طرف مربوط بالريفرنس بلين اللي هو معانا بدايه الفتحه، والطرف التاني حر. ده كده بالنسبه لتحليل الشكل، وده اهم حاجه عشان نبدا ننتقل للمرحله التانيه ان احنا نعمل الباب بتاعنا ونعمل الحلق ونعمل البر بتاع الباب. بنيجي دلوقتي نعمل مثلا الحلقة بتاع الباب، هعمل سويب باس. تمام، او هعمل اللي هو سويب وارسم الباس بتاعه، بس الباس بتاعه لازم اختار له ريفرنس بلين من الاساسين الموجودين، اللي هو هنا مثلا هختار الاكستيريور. تمام، الاكستيريور دوت لو جينا بصينا اهوت هنلاقيه ان هو طرف الحيطة. ماشي، ولازم اربط خطوطي بالحوار ده كله. يعني هنا مثلا برضه انا هرسم الايه الحلق نفسه، فالحلق ده لازم بدايه الخط من على اليمين
يبقى مربوط ببداية الفتحة، ومن تحت مربوط بنهاية الحيطة، علشان خاطر الحيطة لما تتحرك تكبر أو تقل أو ده، يبقى الحلق بتاعي دوت بيتغير معايا. فأنا بالشكل ده مثلا عملت مستطيل، هاجي أغير الحيطة أكبرها، هلاقي إن هو اتغير معايا، فده مهم. هاجي برضو عند فوق، لازم برضو الباص بتاعي يبقى مربوط، عشان لما أغير الهايل أو الويت ينزل ويطلع معايا، تمام. فمهم جدا الخطوط دي كلها مربوطة بالريفرنس بتاع الفتحة بتاعتي. دلوقتي لو صغرت كبرت هلاقي الموضوع مظبوط. طبعا برضو النقطة لازم تظبط عشان خاطر ما يحصلش المشكلة ديت، ان هو ايه لما يطول الطرف بتاعه بيطلع معاه، تمام. فلازم النقطة برضو تبقى مقفولة، فلازم اتأكد من اللوك ان هو يبقى مقفول، ده طبعا بيبان لي وانا برسم. مهم ان احنا نحلل الشكل بتاعنا واللي قدامنا وايه الخطوط اللي موجودة عشان نقدر نتعامل معاه، تمام. مهم ان انا اختار الريفرنس بتاعي يبقى مظبوط، مهم ان انا اقدر استغل الحوارات دي كلها عشان اقدر ان انا اعمل الفاميلي بتاعتي فليكسبل، تصغر وتكبر. الخطوط بتاعتي برضو بتاعت الباص تبقى كلها مربوطة بالحدود بتاعت الفتحة اللي هي معمول لها ريفرنس بلين. تمام، وعندي هنا ده الاوبننج اللي هي اصلا لو الحيطة قبل ما يبقى في باب مثلا، لو عايزين نعمل فاميلي عادية خالص من الزيرو، فبنعمل حيطة وبنعمل الاوبننج بتاعنا، والاوبننج لازم نحدها بالريفرنس بلين عشان خاطر الريفرنس بلين دي اللي هنخليها متغير، تمام. ولازم برضو ان احنا نبقى رابطين الكلام ده كله بالارض عشان خاطر نقدر نغير فيه برضو. ده كده برضو اللي هو البروفايل، برضو خليته يبقى مربوط ببداية الحيطة ونهايته عشان خاطر الحيطة لو كبرت او صغرت زي ما وضحنا من شوية. عايزين برضو نرسمه بقى بشكل مظبوط، تمام، لأن في باب عشان احنا هنرسم الباب. طبعا الحلقة مبيبقاش مستطيل، انا بس ايه رسمت شكل بسيط كده عشان خاطر يبقى سهل علينا نفهم ونتأكد ان الموضوع فعلا variable معانا، وان الويدث والهايت ايه برضو نقدر نتحكم فيهم، فالشكل بتاعنا يطلع مظبوط. دلوقتي انا برسم البروفايل، تمام، لكن في باب، بس ايه انا لازم اخلي اتاكد ان هو هيبقى ناحيه الانتريور بالشكل ده. طبعا هو مش هيفرق قوي، لان انا برضو في الاخر الباب اقدر ان انا اغيره لجوه وبره، بس انا ايه هربط الحاجات ديت. طبعا هنا ده مكان الباب، سمك الباب، تمام، سمك الباب مش في السنتر بتاع الحيطه، لا سمك الباب بيبقى انا ممكن اغيره. فهاجي برضو احط الدايمنشن بتاعتي بالشكل ده، اصغر السكيل بس، فاخلي ان الحته ديت هي ايكوال ما بين عرض الحل والجزئيه ديت، ده عرض الباب اللي اتحكم فيها السيكنس، تمام. فعديها الليبل بتاع السيكنس، هنا هعمل نيو ليبل لعرض الحل، تمام، بالشكل دوت، ودي ايكوال. اجي بقى لو غيرت الطول او العرض بتاع الباب يطلع مظبوط معايا. طبعا ايه احنا لما بنيجي نعمل الباب لازم نتأكد من الحاجات اللي عندنا ديت، تمام، الويدز الهايت الباب ده مثلا، عايزين يبقى عندنا نفس الحاجة بتاعته، ماشي. فالريفرنس لاين دي مهمة ان احنا نشتغل عليها، الحيطة سمكها مهم ان احنا يبقى بيتغير معانا. الكلام ده كله يعني ما اعتقدش ان هو في ناس كتير بتشرحه وبتعرفه للناس. انا مهم عندي ان انا يبقى الباب بتاعي ده variable، تمام، عشان خاطر كده لازم ندقق على التفاصيل دي كلها ونتأكد منها وكل خطوة تطلع سليمة، تمام. هنا طرف الباب لازم يبقى مربوط
البر لازم يبقى طرف الباب و آخر الحيطة، طرف الحيطة وآخر الحيطة، معلش. برضو هنا ده سمك الباب، فلازم نديه نفس الليبل بتاع السمك بتاع الباب بالشكل دوت، تمام، ونديله الليبل بتاع سمك الباب. هنا لو هعمل واحدة جديدة ماشي، لكن هو موجود عندي في الستنس، هيبقى موجود هنا، أغيره يكبر يصغر مع السمك بتاع الباب لما نعمله، تمام. وده الفريم سيكنس، انا مديله ليبل برضه عشان اقدر اغيره من الايديت تايب بره وانا في المشروع لما اجي احطه يعني، تمام. وده البر اللي هو على طولي، هو عامله اكسترود بس انا هغيره بحاجة تانية، تمام، فهمسحه بالشكل ده وامسح برضو اللي في الدائرة ده، واجي ممكن اعمل مثلا الحلق بتاعي يبقى مايل لجوه كده، تمام. فاول حاجة هعمل امر سويب، هرسم الباص بتاعي على الريفرنس بلين اللي داير ما يدور الفتحة بتاعتي، حتى لو البر هيبقى بعيد عنهم بس لازم الخطوط بتاعتي تبقى مربوطة بيه بالشكل ده كله، والنقطة نفسها برضو بقفل اللوك بتاعهم كله. أجي أرسم بروفايل، تمام، أنا عايز حاجة تبقى مايلة، تبقى طبعا جاية في نص البر مش في أوله، نص الحلقة قصدي، يعني البر بتاعي يبقى جاي في نص الحلقة. فأنا مثلا أنا هعمل حاجة بالشكل ده كده، تمام، وأجي أسحب دي عشان يبقى في نصه، بس محتاج أعرفه أثبته بحاجة، يعني أنا غيرت البر مثلا كسمك كعرض، طب إيه اللي هيحصل؟ لازم ده يبقى مربوط معايا. فده أول حاجة، بس إن هو تخلي ديت 20 سنتي، تمام، وأديها برضو ليبل عشان خاطر لو عايز أغيره بالشكل ده، تمام. وهربط بدايته بنهاية الحلق بتاعي بالشكل ده كده، وأديها ليبل، لأ هعمل لها ليبل إن هي نص المسافة بتاعت الحلق. وده أعمله إزاي؟ باجي نوت عندي حاجة اسمها الفورمولا، الفورمولا دي زي الإيكويشن، تمام. باجي في الإيكوال ديت بحط ضرب أو بلس أو ماينس أو ديفايدد، و اعمله تايمز، تمام، يعني مثلا لو ليكن ان انا عامل نص في الثيكنس بتاع الفريم، تمام، انا طبعا سميتها هاف برضو، فطبعا هنيجي نغير هتلاقيه بيتغير معانا على طول، يعني انا لو غيرت الرقم بتاع الفريم نفسه هلاقي على طول سمع معايا في الهاف فريم ان هو بقى بالنص، لان انا حطيته الايكويشن ان هو نص في الفريم، تمام. عندنا برضو هيبان معانا بالشكل دوت، تمام. انا طبعا عايزه يبقى يمين وشمال الحيطة، طبعا دلوقتي لو هقلل فيه هيظهر معايا ده، هنا بكبر الحيطة وصغرها، تمام، بالشكل ده كده. هو هتلاقوه بادئ في النص بتاع الحلق مهما صغر أو كبر، تمام. ده الفريم كبرته مثلا، هيسمع هيحرك معايا البر لأن هو مربوط بالنص بتاعه وهو ثابت عندي 20 سنتي، تمام. هنا مثلا ممكن أحط إيكويجن إن الحلق ده اللي هو البر نفسه نسبة مثلا 2 في حلق الباب، ماشي، ممكن اخليه 3 براحتي، يعني اللي انا شايفه مناسب اعمله، بحيث يبقى انا عندي الحاجة الوحيدة اللي بغيرها سمك الحلق، فبالتالي بيغير معايا سمك البر والطرف بتاعه. وممكن دلوقتي اخده اعمله ميرور وابدا اربطه برضو بالحتة بتاعة الباب، لو جيت احركه دلوقتي هيتحرك لي معايا الفريم زي ما انتم شايفين دلوقتي، تمام،
بالشكل ده برضو، ده اجرب ان هو هل هو مظبوط ولا لا، فاصغر واكبر الباب بتاعي هلاقي ان هو اتحرك معايا مظبوط، اتخن واصغر الحيطة برضو موجود مظبوط معايا، فكده ده كله زي الفل. تمام، اجي دلوقتي لاخر حاجة واهم حاجة، الباب نفسه. تمام، طبعا انا هنا عاطي عرض الباب ان هو 10 سنتي، لا خليه 5 سنتي. تمام، عشان هرسم الباب بتاعي في الحتة ديت. تمام، يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ البر والحلق بتاع الباب. تمام، وتأكدنا من الدايمنشن ان هي الحاجة بتاعتنا بتتغير. هننتقل لأهم نقطة وهي الباب. تمام، فمثلا هنعمل باب، ده طبعا هيحتاج يبقى ثابت، فاحنا هنختار حاجة من الباب اللي هو الضلفة واحدة. تمام، يعني برضو الباب ده أفضل، لأن في فكرة برضو ممكن نعملها. فهنيجي دلوقتي نفكر ازاي ممكن نعمله. ده كده يعني شكله بسيط عن التاني، بحيث ان هو ممكن يتعمل باكسترود. ده كده هيبقى كتلة واحدة اكسترودد. تمام، هنيجي نشوف دلوقتي. مثلا اجي اول حاجة دي هنا، اختار الاكستيريور بلين، طبعا هنلاحظ ان هو على الحيطة بالظبط، واجي ارسم الباب بتاعي مستطيل واقفله كله. تمام، اللوك بتاعتي كلها، بحيث ان هو يبقى مربوط معايا بالريفرنس بلين، سواء صغر كبر هيصغر معايا. نيجي نجرب، هنلاحظ ان هو زي ما هو بالظبط. تمام، اجي دلوقتي اظبط الاكسترود بتاعي ان هو هيبقى بسمك الباب لو السيكنس دوت، فصغر كبر هيصغر معايا، لان انا ربطته مع البر او الحلقة قصدي. تمام، فبالتالي ان هو بيكبر ويصغر معايا على السيكنس اللي انا كنت حاطه للحتة بتاعت الحلقة. هنيجي نحمل الصورة ديت نخليها عندنا. تمام، هنلاحظ دلوقتي ان عندنا زي مشربية من فوق او فتحة. تمام، دي هنعملها ازاي؟ نقدر نعملها بالفويد، بس قبل ما نعملها محتاجين نجهز لها خطوطها. تمام، فالخطوط اللي هي هتبقى ريفرنس ليها لازم نربطها بأساس عندنا، يعني هنربطها مثلا وليكن بالريفرنس بتاع التوب بتاع الباب بالشكل ده. مثلا انا حطيت بداية الفتحة ونهايتها وربطت الدايمنشن بتاعتي بالشكل دوت. تمام، اجي اكبر اصغر هيتحركوا مع اللي فوق، فكده الفتحة بتاعتي بدايتها ونهايتها هيبقوا ثابتين معايا، بيتحركوا مع تحرك التوب بتاع الباب. اجي برضو العرض بتاعها، تمام، يتربط يمين وشمال بالشكل ده كده. طبعا اللي في النص دي ما ينفعش اربطها، عشان خاطر بكده انا ثبته قيدته، لا انا عايز لازم جنب مربوط. تمام، وجنب تاني حر يتغير معايا الدايمنشن بتاعتي لما اصغر واكبر. فانا نفس الفكره كده، تمام، 6 15 سنتي، كبر او صغر هيفضلوا 15 زي ما هم، اللي في النص بيتغير اللي هي فيها الفتحه. انا كده اقدر اعمل فتحه مستطيل، تمام، ويبقى مربوطه وبتتغير معايا، لكن دي نص دايره. نص دايره لو جيت اعملها معايا بالشكل ده كده، تمام، هربط النقط بتاعتها، امسح دول، اربط النقط بتاعتها بالريفرنس لاين واربط الخط اللي تحت. تمام، لازم اربط النقط يبقى مسمعة مع الريفرنس بلين بتاعي اللي انا عامله في الجنب دوت. دلوقتي لو جيت اصغر ولا اكبر، تمام، الاحظ ان هي الدايرة بتكبر وتصغر معايا، فلازم ان انا امسح اللي فوق دوت واخلي خط واحد بس اللي هو البيز بتاع الدايرة. اللي فوق ده ملوش لازمة بالنسبة لي، وكمان الخط اللي تحت ده محتاج ان هو
يبقى variable كمان بمعادلة مع عرض الباب. يعني لو جينا مثلا دلوقتي صغرنا كبرنا هنلاقي الدايرة بتكبر لفوق، هي الخط البيز بتاعها ثابت لكن الدايرة نفسها بتكبر لفوق. لو انا عملت عرض الباب بشكل كبير هيبقى الدايرة هتطلع بره الباب، تمام بالشكل ده كده بره الباب، فالباب بتاعي مبقاش مظبوط. فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اغير البيز دي تبقى متغيرة مع تغير الويت العرض، تمام. طب حاجة شبه كده هتتحل ازاي؟ ان انا اجي اعمل لها معادلة. طبعا دلوقتي مثلا نيجي نعمل الفويد ده، نمسح ده، هنلاقي ان هو داخل جوه الباب. محتاج ان انا اجيبه معادلة، فهسديله اسم ليبل بالشكل ده كده، واجي انا اهوت اعمل له معادلة بالنسبة لعرض الباب اللي هو هخليه نص عرض الباب، يبقى النص بتاع عرض الباب، بحيث ان هو عرض الباب كبر يبقى البيز المسافة بتاعتها تكبر، تمام. تعال نجرب دلوقتي كده، مثلا نغير في الويدز، كبرنا زي ما هو الجزء اللي فوق معانا، تمام. لو صغرنا هيصغر برضو معانا، تمام. فبكده هنضمن ان الفتحة بتاعتنا هتطلع على طول ان شاء الله مظبوطة معانا. نيجي هننتقل لتاني حاجة اللي هي التشكيلات اللي موجودة، برضو محتاجين نهيئ لها ريفرنس، تمام، بحيث انها تصغر وتكبر معانا مع كمان تغير الدايرة اللي معانا اللي فوق، لأن يعني الدايرة لما العرض بيكبر بتنزل لتحت، تمام. فدي كلها حاجات لازم ناخدها في الاعتبار. احنا هنيجي دلوقتي نعمل الريفرنس بتاعت القوائم ده في السنتر. فمثلا نعمل دايمنشن تبقى ثابتة مع السنتر، تمام، بحيث ان الحجم كبر صغر هي القائم بتاعي ثابت اللي في النص زي ما قائم اليمين والشمال ظابط. اجي اعمل برضو الحتة اللي تحت في الباب، برضو محتاج ان هي تبقى ثابتة مع الجزء اللي تحت من الباب، تمام. اديها مثلا 25، الطول طلع نزل برضو هيبقى ثابت معايا. اجي برضو من فوق اعمل ريفرنس، تمام، اللي هو الجزء اللي تحت الفتحة، اعمل ريفرنس واربطه بالجزء اللي هو تحت الفتحة دوت بدايمنشن بالشكل دوت مثلا 10 سنتي ولا حاجة، يبقى برضو ثابت معايا، تمام. وبرضو واحد في السنتر لازم يبقى ايكوال ديستنس في السنتر، تمام. ايكوال ديستنس مش مقفولة، القيمة نفسها متغيرة لكن هيفضل علاقته ان هو في السنتر، تمام، بالشكل ده. يبقى مهم ان انا افكر في العلاقات نفسها اللي هتبقى موجودة عندي عشان اقدر اتحكم فيها. اجي للقائم اللي هيبقى في النص، برضو هديله دايمنشن يمين وشمال او فوق وتحت بالنسبة للسنتر دوت، وتبقى ايكوال في الحالة ديت، مش ايكوال قصدي، مش شرط تبقى ايكوال يعني، بس ايه، اديها رقم والقيمة بتاعته ثابتة، بحيث ان هو برضو صغر كبر يبقى عندي الاستراكشر بتاع الباب ثابت معايا كعرض يعني، تمام. اجي دلوقتي مثلا لو عملت void sweep في الجزء الاولاني دوت، لازم خطوط تبقى مربوطة كلها. اجي ادي اي سيكشن عندي كده او اي مقطع يعني بالشكل ده مثلا مستطيل، هيعمل لي الفويد بالشكل ده كده في الاليفيجن اللي هي الانتيريور، تمام. تعال نجرب نصغر ونكبر الباب بالشكل ده، هي بتتحرك معايا بشكل مظبوط، ما تدخلتش مع الدايرة، ما تدخلتش مع باقي الباب، لا في خطوطها مظبوطة، تمام. اجي اعمل سيكشن النوت عشان ارسم سيكشن للتشكيل دوت. فاحنا عندنا حتة بارزة كده في الجنب، وبعد كده الجزء الغاطس جوه دوت يعتبر جزء من دايرة. فاجي دلوقتي امسح الشكل ده وارسم الشكل بتاعي، عندي حتة كده زي برواز داير ما يدور،
اخرم كده حته من الباب تمام بالشكل ده كده، اللي هي تعمل لي السنه الصغيره اللي داير ما يدور الفتحه بتاعتي تمام، واجي اعمل مثلا جزء من دايره في الحته دي كده بحيث ان هي دي البارز بتاعي، وبرضه جزء من دايره في الجزء ده كده بحيث ان هو يبقى داخل معايا بشكل تجويفي نص دايره تمام. اقدر دلوقتي ان انا اقفل الرسمه بتاعتي وادوس اوكي بحيث ان هو يوريني الشكل بتاعي عامل ازاي، وبالمره برضو انا اخد الناحيه التانية بس في خط زياده عندي لازم امسحه بالشكل ده كده اعمل تمام عشان ياخد لي من جوه ومن بره من الباب بالشكل ده يبقى عندي التجويف تمام. برضو لو جينا في الاكستيرير هنلاقي نفس التجويف موجود معانا، اجي اعمله كوبي بالشكل ده كده، واتاكد ان انا اقفل الخطوط بتاعتي مع الريفرنس بلين اللي انا عاملها كلها، وبرضو السكشن لازم يبقى فيه حتة برضو مربوطة بأول ونهاية الباب، يعني كل سكشن من اللي انا رسمه ده لازم يبقى فيه خط على الأقل مربوط ببداية ونهاية الباب عشان لو صغر أو كبر يبقى الشكل مظبوط عندي تمام، يتحرك معايا التشكيل على سمك الباب. برضو هنا نفس الكلام هعمل في كله نفس الكلام بالظبط، سواء البروفايل أو السويب لازم يبقوا مربوطين بالريفرنس ماشي. كده كله اتظبط معانا، هنيجي نصغر نكبر الباب هنلاقي ان كله مظبوط، بس انا ممكن اجي اقلل القائم اللي في النص ده تمام، طبعا انا حركت كده بيظهر اكبر، انا بس عايز اخليه يبقى 5 سنتي من اليمين 5 سنتي من الشمال، عرض كله 10 سنتي، واقفل اللوك بتاع الدايمنشن بالشكل ده، وبرده الفرق ما بينهم في النص ان هو برضه هقلله خليه برضه 10 سنتي 5 في 5، واقفل اللوك برضه بعد ما اخلص بالشكل ده، وتحت برضه هنا ده خليه 20 بدل 25 تمام اوي كده تمام، نوعا ما قريب منه بشكل كبير جدا. دلوقتي عايز اعمل الشراعة اللي فوق، اقدر اعملها ب اكسترود تمام، وارسم الشكل اللي انا عايزه، فهاجي دلوقتي هعمل بيكلاين تمام بالشكل دوت، واقفله برضو واعمل له اوفست، واجي ارسم التفصيلة اللي في النص خط واعمله ارتسال 45 واخده الناحية التانية بالشكل دوت، واديهم سمك برضو واعمل ايه الدايرة بتاعتي اللي في النص ديت تمام، واديها سمك وادي برضو الخطوط ديت سمك بالشكل دوت، وبعد كده اوصلهم كلهم وافرغ ما بينهم بالشكل ده كده، لازم كلهم يبقى في مسار مقفول والإزاز برضه هيتعمل بنفس الطريقة، بس اتأكد ان الشكل معايا بيكبر ويصغر الأول تمام أوي.
برضو اخد الاكسترود لنهاية الباب، افتح السكشن عشان اقفله مع نهاية الباب، تمام، بحيث ان هو كبر صغر يبقى موجود مع نهاية الباب مظبوط. اقدر دلوقتي برضو اعمل ازاز كوبي اللي انا عملته دوت، امسح اللي جوه ده واسيب اللي بره دوت واديله سمك اقل، فده يبقى الازاز معايا، تمام. اجرب مثلا لو الباب هيكبر هيصغر، هلاقي الازاز اتحرك معايا ليه، عشان انا مربطتهوش في السكشن كبداية او نهاية، فمحتاج اعمل ريفرنس يبقى في النص بتاع الباب، تمام، بالشكل ده، واسميه ان هو الجلاس ريفرنس، وادله مثلا بعد كده، وابدا منه الازاز بتاعي، ويأدي الإزاز السمك بتاعه بالشكل ده. بس في الحالة ديت أنا لو جيت كبرت عرض الباب، تمام، أنا هنا بسمي بس إيه السمك بتاع الإزاز، لو جيت كبرت عرض الباب هلاقي إن لا يزال الخط اللي في النص دوت ثابت في مكانه. طبعا دي حاجة مش عملية، أنا عايزه يبقى في السنتر، بحاول أعمل إيه ريفرنس يبقى مربوط بنهاية الباب. تمام، أنا عايز اللي هو الريفرنس اللي أنا رسمته ده يبقى في نص الباب بالظبط، فباجي أعمل دوت دايمنشن، في مشكلة أنا بحاول أحلها مش راضي يعمل. ممكن أمسح الريفرنس دوت خالص، أحاول كده محاولة تانية برضه مش نافع، أعطاني إيكوال السنة لما فكيته عن الباب. أحاول أغير سمك الباب كده، بالظبط، مش عايز يتغير، لو فكيته بيتغير. في مشكلة في الريفرنس اللي أنا عملته دوت، فممكن أمسحه أصلا وأعمل الدايمنشن ديت ليبل وأسميها إن هو هاف السكنس بتاع الباب، تمام، هديها هاف السكنس بتاع الباب. أنا سميتها جلاس ريفرنس، المعادلة حطها في الجلاس ريفرنس مش جلاس ثيكنس، آسف، تمام، حطها في الجلاس ريفرنس هنا كده، هيطلع معايا مظبوط إن هو نص الباب بيتحرك معايا على طول، بادئ من نص الباب، تمام، بالشكل ده كده هيبقى مظبوط معايا. أبدأ أحط الماتيريال، تمام، هعمل برضو ليبل للماتيريال بحيث ان انا اقدر من بره اغيرها معايا، فاختار كل حاجة اديها اسم للماتيريال بتاعها بالشكل ده كده. طبعا ايه باجي اديها ماتيريال من التايب بتاعها، تمام، ايه التايب بتاع الدور نفسه، اقدر ان انا اغير الماتيريال بتاع كله، بس انا عشان تبان معايا بالشكل دوت بره نقط مثلا في الفاميلي، اختار الباب، اعمل ايديت تايب، يبان معايا الماتيريال والدايمنشن والكلام كله، فانا بعمل الحاجات ديت عشان يبقى معايا بالشكل دوت هنا، تمام. فبختار دلوقتي البر بتاع الباب، هديله برضه مسمى، نفس الكلام للحلق بالشكل ده كده، بقى كل حاجة ليها مسمى بتاعها، اقدر اديها ماتيريال دلوقتي نوت، وبرضو اغيره من بره عادي خالص، تمام. هو الباب بتاعي اصفر، فانا هحاول اخليه ماتيريال اصفر، مفيش، ممكن اخد اي ماتيريال واحولها للون اصفر بالشكل ده.
حط الماتيريال الصفرا ديت، تمام، للباب، وممكن دي تخليها اورنج، فاعمل دوبليكيت اغير اللون. لا ما ظبطش على كله، لازم ممكن اغير الاسم نفسه، هو بيغير الاتنين مع بعض، فاغير اجيب واحدة تانية وأخليها أورنج بالشكل ده، تمام، وكده تقريبا يعني قريب قوي من يعني اللي احنا عايزينه. أقدر دلوقتي أدخله على المشروع بتاعي بعد ما أسجله، سيبه مثلا هنا دول تو، ويدخل على المشروع كده ويبقى معايا بالشكل ده الباب بتاعي بكل المواصفات بتاعته والحاجات بتاعته، أقدر أظبطها، وبرضو المعادلات اللي أنا حطيتها تتغير تلقائي، زي مثلا هنا غيرت السكنس بتاع الباب، هلاقي إن اتغير معايا السنتر بتاع الباب بتاع الإزاز، تمام، أغير مش عارفة في إيه، هتلاقي إن حاجة تانية بتتأثر بيه، فبالتالي بيديني شكل متماثل نوعا ما ومتغير.